بالنسبة لي الأقصى دي مش من الغطسات اللي بحب أروحها، بس لغاية دلوقتي لما تنزل عليها بتلاقي لعب أطفال، بتلاقي واحد كان جايب مروحة لأولاده، تلاقي شنط، تلاقي فساتين فرح، تلاقي يعني كلها حاجات بتفكرك بالمأساة اللي حصلت، وإن إزاي سبحان الله إن هو واحد يكون قدامه الحياة كلها ومؤمل إن هو يرجع يعني يسعد بأولاده وبأحفاده، وتلاقي حياته انتهت لحظة واحدة. ففي ممكن غطسة واحدة تعمل لك خبرة اللي أنا زيرة لها من مثلا 30-40 غطسة. أنا اسمي الدكتور حسام محمود ناصف، تخرجت في طب عين شمس سنة 1980، ودرست ماجستير في طب الأعماق، واشتغلت كدكتور طب غطس من ساعتها لغاية النهاردة. طب الأعماق هو ترجمة عربية للمصطلح بتاع بيجمع بين حاجتين في الدراسة، طب الغطس اللي هو علاج الأمراض الناتجة عن مشاكل بتحصل للغطاسين تحت المية، والحاجة التانية العلاج اللي هو علاج بالأكسجين تحت ضغط عالي، اللي احنا بنعالج حاجات ملهاش علاقة خالص بمجال الغطس في غرف الضغط في المدن، وبنحط الناس تحت ضغط عالي وبتعالج حاجات كتير جدا، وفي لستة طويلة عريضة بنعالج بيها الأمراض في غرف الضغط بالأكسجين تحت ضغط عالي. موضوع سالم إكسبريس اللي حصل إن احنا أنا كنت بشتغل مدير مركز غطس بتاع مجاويش في الغردقة، وسمعنا طبعا يوم الحادثة كان في ديسمبر 91، وكان الجو وحش جدا، والأبطان الله يرحمه اللي هو مورو دخل المينا غلط، يعني دخل حبي يختصر الوقت، فبدل ما يلف من الناحية الشمالية مع الريح دخل من الجنوب، وهو ما كانش عارف السكة كويس، فاللي حصل ان هو خبط في شعب اسمه شعب الشحر. الشعب ده فلق المركب من تحت وغرقت الحياه في وقت قياسي، يعني مالت على جنبها اليمين ووقعت، يعني نزلت تحت في العمق في سويعات قليله. يعني كانت مهمتنا الحياه مهمه قاسيه جدا ان احنا نروح ننتشل الجثث، يعني مش نروح ما نقدرش نسميه انقاذ، بنسميه انتشال. فكان مهمه صعبه جدا، لكن كلنا تحمسنا ورحنا، دخلت البريدج اللي هو مكان القيادة، لأن ده اللي طلعنا منه الأبطال رحمه الله بقى حسن مورو، ده اللي قاله إن هو نط وساب المركب. الكلام ده طبعا مش صحيح، لأن هو كان راقد في البريدج تحت، لما المركب اصطدم بالشعب في ناس كتير وقعت في المية وغرقت هناك، والمركب مشي شوية وغرق، فكان الأول كل البحث محصور على مكان غرق المركب، إنما لما لقينا الشعب فيها جثث كتير أنا اتفقت مع الأبطان علاء إن احنا ننزل نلم الجثث من على الشعب. فكانت هو كان المهمة بتاعته إن هو يربط الجثث بحبل كبير عشان يربطهم في بعض، لأن ما كناش هنلحق نطلعهم، وأنا كنت بجيب الجثث عنده وهو يربطهم في الحبل من وسطهم وأجيب التانية يربطها وكذا، لغاية لما لمينا 24 جثة في الغطسة دي، بس اللي كانت آخر غطسة في اليوم الثالث. عدد الجثث كان كتير، يعني كان في العبارة دي أكتر من 1000 بني آدم، حتى ما فيش بيهم لست، لأن اللي حصل إن سالم إكسبريس دي وهي طالعة من ميناء جدة في الآخر خالص فتحوها، فالناس ركبت، كل اللي عايز يركب ركب، فما عندناش يعني قوائم مفصلة لمين اللي كان على المركب ومين ما كانش على المركب. عشان كده كان من ضمن الحاجات اللي عملناها ان احنا بقينا بعد ما خلصنا الجثث بقينا ننزل نلم كل الأوراق، البطاقات لو ما مشيتش، الباسبورتات كده، عشان نبقى عارفين كان مين اللي عليها، لان حتى ما بقناش عارفين جثة مين وده مين، غير ان اهله بالصدفه اللي كانوا قاعدين في سفاجه مستنيين الجثث اللي تطلع بعد كام يوم يتعرفوا على ذويهم. سنه 2023 دي كده يبقى بقالي بغطس ك يعني محترف 40 سنه،
طبعا 40 سنه ده عمر طويل صحيح، ما غطستهمش كلهم لكن ما بطلتش ابدا الغطس فيهم. وحياتي في الغطس طبعا بتمثل لي يعني كانت نقله نوعيه ممتازه، خلاني برضو متميز على المستوى المحلي والمستوى الدولي، وانا ممتن جدا للاختيار بتاعي ان انا بقيت دكتور غطس.